المهم الخوت عندنا مرة أخرى حلقة ديال زعما غادي تخلي اللي طالع من الشهر صرف الناس يا صح زعما واع ما شافوهاش بيا شو راه كاين ربندز الإخوان تخليوه يبقى يستحمر في بلاد مادة رجعنا لكم مع ربندز وسيرة ولعب الشيطان أصاحبي واش دوزكوا لك فات والإخوان واش باقي حنا نضحكوكم واش باقي باقي كتفرجوا في هذا الميكروب هذا أصاحبي اللي طلع طاخو صاحبي يا بالي الحلقة صافي طيح لنا الضيم وانت اللي مرضتيش جاية الضيم مرضتيني في حياتي يا صاحبي دمرتي مستقبلي الفني يا صاحبي نبداو حلقة ديال الطرولات الخوت لا حول ولا قوة إلا بالله طلعوا على جنس وضح من هيك ما فماش أربع أيام هادي ما ضحكتش وفضلك دابا اليوم خمس أيام تطلق شوية تطلق شوية راه خصنا نرجعوا التفاعل شوية في القناة راه القضية راه ميتة أصاحبي خويا أنت عاكي موتك التفاعل كتجيب الربندز بس عرفني أنا اللي طلعك من الأول حول ولا قوة عاوني عاوني أصاحبي شنو البكا عاوني يا صاحبي أنه نحن الأصل والباقي تقليد تمام بلادي مجلسة ولا بغير دراسة تحمس اسكت علاش اسكت هذاك حسب دوك الايامات باقي عاقل ايامات الطرولات طليعة وكذا لا مالو مابقاش داكشي دابا الدوي تسدك القناة الدوي هادي مشة رائعة هادي قطة رائعة وهاديك اللي هي هاديك فهمتي بحال سلوكي قلت لك مصيبة المهم الخوت سبونسور ديال الحلقة هو تطبيق طب طب ساند تطبيق طب طب ساند هو تطبيق خاص بتحويل الأموال ديالكم دير كما دار حكيمي وصيفط العاقة للوليدة إذا كنت عايش في دولة من الدول هذو اللي ظهر لك على الشاشة أو لا كندا أمريكا أو لا دول في شرق آسيا يمكن لكم تصيفطوا الأموال ديالكم عبر تطبيق طب طب ساند فابور المغرب حاجة زوينة لأي واحد عنده كونت في التجاري غادي يوصلوا الفلوس في البلا يمكن لكم تسلموا الأموال ديالكم في أي وكالة كما كانت وحاليا يمكن لكم تاخذوا الأموال ديالكم من وكالات ديال وفاكاش حيت ولات مع طب طب ساند الإخوان حاجة أخرى زوينة الإخوان أن الخدمة راه فابور كتهنيكم أنك تمشي تضيع الوقت ديالك وكالة تحويل الأموال تضيع الوقت وتضيع الفلوس زيدك حاجة أخرى كود برومو ديالي على كل تحويل غادي تقوم بها تربح 5 أورو برع ليا راسك وبرع الوالدة ودريات غتولي تشوف الرئيس ديال الجزائر من تيندوف ضروري 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 واش خبارك دوك السميات بحال ديال رئيس ديال الجزائر اسمهم فرنساويين ويلي واش خباركم أن راه كاين أسماء ديال الغول كدا الدحش الطبع كدا اسمهم فرنساويين في عهد الاستعمار الجزائريين كمعيور خاصك دير عليها فيديو أصاحبي نديرو فيديو أخي غيتقلقوا عنا عاوتاني غيتقلقوا عنا صاحبي فهمتي بغينا نرجعوا شوية التفاعل راه معلومات مهمة هادي في التاريخ هادا صاحبي دابا نشوف لقد وصل طاقوسك يا مولاي بورفوار تاعو غيكون وزنه ذهبا شحال الطرولات ديال المرض راح قرب مرضنا يا صاحبي نيفو طاح خويا خسرو في داك الماتش تما البلان واخد الحيط في الديرة عيني باقي في بلاصتهم معقولة عيني باقي في بلاصتهم مش بغيتش خد الحيط في الدية عندك الحق فري مسحوا هاد الشي قبل ما يشوفوا الوالد اش وليت خايف عليك صار مسالو ديال الدار قرب يا خويا والله قاصر عشان يتلف لك السير ودرا صافي مشكلة خاصك تطردك بمكان وخبارك راه فري راه كيتباع وايه والله الا كيتباع بالله تدخل لك مواقع الصينيه وكذا شويه غيولي في المغرب بالسير فهمتي حتى راه ما كرهوش الهوان ولاو نخلصوا عليه تعصبر فاش كيسير فاش كيسحروا لك كتموت وكيسحروا بك انت ولا عفو لا يلا بلا تعليق ما خليوكش تموت مرتاح قصة حب مش واضحة دابا شكون اللي فيهم الجيل العاشر وحق الرب مات انا نفس السؤال الصاد اخبارك خلعوني يا صاحبي شكون اللي فيهم الراجل ولا المرأة شكون فرام فيهم لا ولا واه باين هذا هذاك المستنى ولا واه ما عرفت اخويا ما عرفت حتى انا فليفلة واه كاملين حتى كاملين جانا اكتئاب باسكاش اخوتك وقتي يا الله يرحمك انا حيت توحشتك اخي البنت غادي تقعد من فيها انت وخمك ضربتيني اخا وانت شو تبارك الله انت راه غلا من بابي هذا وي 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 انت راه غلا من ميسي هذا يا ولدي شو كيدار لي هي ولدي وخذا فيها عصفرة اشو هو ما قصدش الاخر اللي جا وجهو تحت من الخطوه فهمت جاي خشى رجلو الاخر خشى وجهو في هذيك علاش دير وجهك حتى تم فهمتي فهمتي وكما قلنا راه عيني باقي في بلاصتو نوريك جاب هذه الراس اللي كيولات ها كيولات وي يا خويا ها قريدي كتفرج فيديوهات ديال خونا
وشوف هاد سرق الضو اللي هو على شكل حلوه، وهاد السمر ديال جوردن حتى هي حلوه، كلشي عنده حلوه ولكن كيبان بحال الاصلي. شو هذا حتى هو جبهه ديالو حتى هي كيحلوه ولكن كتبان جمله ما كتبانش حلوه، ولكن كتبان حتى هي كره واقعيه، غتكون في التيران غتبغي تضرب غتشتت لك يخرج ليك تما الشوكولات، وداك الشيء واحد البونجا حتى هي الشاطره كلشي مصوره بالحلوه ولكن التقليد. صافي صافي لا عنده صافي صافي ما عندوش ورك السبع دوك، ما عندوش ورك السبع دوك الاعمال. هذا راه دير اسبوع وتجيب دقه لمراكشي بزاف وتفرح بولدك، كيصدق جاب 100 درهم وعاطيها لدقه لمراكشيه وحق الرب. مشكله اصاحبي، نوستالجيا. الا ما عمرك كليتي هذا بلا ما تهضر عليك، الا ما عمرك كليتي هذا بلا ما تهضر ليا على البنه. جيم كيتو واحد بلاصة ما بين تفراوت و تمنات سميتا ايس موغن، ترى انا غادي خصوصا المفور قصدي زعما ديالو عزيز على بوجمعة. كون بوجمعة ياك اخويا زعما ياك اخويا هادي صافي اسمح لي صافي. الافوكا دايرة 70 درهم باغا تكون معمرة بالكفتة. حق الرب بلاد ولاد الكحلة زوجوكي ولا تا داير محاولة قتل هادي يا والله ما حكموش فهمتي، ما حكموش ما حكموش. طوبيسات الدار البيضاء تتسلح بالذكاء الاصطناعي عبر تقنية التعب، طوبيسات الدار البيضاء تتسلح بالذكاء الاصطناعي عبر تقنية التعرف على الوجه للحد من ظاهرة ركاب السليتية. واركب في برلمان وخاسر العام. شكرا الاخوان، شكرا شكرا وريولي المشكله. السلام عليكم. كيقول لك شحال فيها ديال الكالوري؟ وي وي تيبان السيد مترين يا تؤثر تبارك الله قداش يا ولدي راه يدوخك. القناة عسل نهار العيد تيزق في بولو تيشرد ديما كتلقاه هارب وتابع حومة حيت القناة كتمشي هوندا ديما جايبو مولا فوق كشافو هارب غتلقاه غير فلاصة بغيت تعطيه العاف كتلقاه كيدير طراكسيون. هذا راه يعطيك نصائح في الحياة باش تعيش اصاحبي. اسمح في التبن والفصل مشي ياكل الكسوة ديال المشير. ضربتو في السطح كتنزل كتلقاه مريح مع بوكي الويف سياسة وزيادة الأسعار. اوكي داز هادي. ما كايناش ما تلاح داري ما كتلقاه كيندل. حق الرب يا صاحبي. وديما يا صاحبي. عرفتي ماك وجهك مسكرف. انا داك الجيرار دابا هو تيكون ديجا واكل الماكله و تيعاود يجبدها و تي فهمتي تي ياكل فهمتي تي تقيا زعما نقدروا نقولوا هكا تقلب عليك تلقى طالق الراديو كيسمع لمومو. انا ماما بغيت تجرب صحتي بصح مع 12 عام قديما مهموم وسايف السوق زعما راه ما فيه ما يتكال من كاسير القهوه تيسي كتلقاه مقمر اباينه بوجه قماره. انا بالي معقول وعندي ما يسيديش 22.